جيب الرئيس جيب انا يعجبني كيف شي قلق مجيب في سيربت اسمع وين الرئيس وين راه جايب هات له السلام عليكم العربي خير عليكم راكم على العربي ولا بس هاي شويه العربي قال لك راه زايد علينا في الخيمه قال لك مفرشوا لي في الشمبره تاع الكاطو قال لك انا غير حتى الكاطو ولا لا ريحه الكاطو خذوني في الشمبره هذه عند خويا اللي قال لك بالفات فاتيرين الكاطو العربي فاه ندير واحد ضيف انا ماشي هنا في دارنا صح فاه دايرين الكاطو فاه بدات البنتوره مسيت ذب هذا الفتين والسما والله الله عيد لي واحد الصباح عيد لي قال لي راك ريحه الكاطو حمزه هذا وين فتحته هذا وين فتحته هذا وراني النواسي هذا ولا كنت مجمع مع قدور البيرين يا حاو انا فتحته وطفيت قا قرعو ما كان والو هي طفيت حمزه الرئيس وين فاني تلقى طوفاني تلقى طوفاني اجي وجا الرئيس اسكت وجا الرئيس عرضوني فطرت عند الجماعه اي ودي ود المراه ما ندمت اللي روحت عندها كيما قلت لهم انت يا ما نبغيش ناكل عند الناس سمعتك الفيديو تاعك إيه. فرشت قلت لهم عند الناس اليوم كليت عند ود المراه نعرفها هبلتني ماكلتي خير ولا ماكلت امك ولا ماكلتي ولا ماكلت امك ندمت كاع اللي رحت كنت عندها هذيك من العالي بدات تكرر لك في امك تفكرت الفيديو والله الله صرات لي هذيك قسما بالله الله صرات لي قسما بالله ما نزيد نروح قلت نفطر نقوم بعد جي انا ما نروحش عند الناس ماكلتيك ولا ماكلت امك حشمت والله ماكليت والله ماكليت شنو تقول لها عيسى مالحك شابين زوقت لي شويه سلطه قالت لي ماكلتك ولا ماكلت امك والله ما ماكله كاع والله ما تكل والله ما تكل كاع بارطاجونا اللايف بارطاجونا اللايف كارثه العربي والله كارثه بارطاجونا اللايف بارطاجونا انت كنت تفكر كنت تفكر الصغرى دينك كنت تفكر كنت تفكر الصغرى فكر الميزيريه سعود الله يحفظك جيبوا الرئيس ورا الرئيس بارطاجوا اللايف بارطاجوا اللايف خاوتي ودي الرئيس ما يبغي حتى واحد العرب الرئيس الا طلعنا يقصف صح الرئيس انا استنيت شويه استنيت شويه ما هو هذيك جابوني هذي زعما نطلع عليك الجابونيه نخدم معاه في عيدكم مبروك تعيدوا وتزيدوا كل عام وانتم بخير اهلا بودي واش راك حمزه العزيز واش راك البودي يا صاحبي لاباس والله غير لاباس خير كبير اولد خالي هاني توحشكم يا سيدي الله يسلمك اسمع هي لازم تجيب لنا كيسموه هذاك اللي كان قبيله معكم بعد بالعربي او غير تبان نقولك في التلفزيون تاع الجوزه امسح الكاميرا بكت انا نقي امسح كورا يلا كم سوا جماعه كم سوا عينك الكاميرا عنده تقول راه ما سحبك حتى تنتهي الكسرة روح حيد الهاتفات تشكي يا وعدي إذا تعرف على الضو راه موراك لازم تجي كونتر الضو والله لا تقول راه ما سحبك حتى تنتهي الكسرة فيهم ليدام
يا بسوا جماعه بارطاجوا لنا الله يبارك معاك ديديكاس ليكم كامل واش راك ابراهيم راك مليح البودي دور كونتر الضو والله لاباس دور تو كاميرا منا تحول انا لا البودي او انت او شكون وا دور تو كاميرا باسكو الضو الضو هو اللي راه يا ولا كم سواج معاك كم انا قلت كاع البلاصه كاع تا دور كاع قلبها راح طفى الضوجه كانت الاصابه وناس بكري يقول لك ياك انا واش درت انا وياك بيك ما سخيتش وهاد الفراق جابو مولانا عيطتك شو منخبي ما رقيت بلايا ايه احمد البودي معناها اجمع تاع كاميرا تاع كاميرا صايره مليحه دروك هاي مليحه مسح اللمبه مسح اللمبه طلع مسح اللمبه الحين المشكله في اللمبه اللي مضربه وا في صاحبي نعرف هذا معنا صاحبنا بارطاجونا اللايف بارطاجونا اللايف خوتي بارطاجونا اللايف اسمع يا البودية واش راك العربية تعرفني اسمع دوك نجيبو ديك واسمها الجابونية ونريقلو لافير للرئيس معاه البودية صحيح العربية بيت خاوتي بارتاج البودية هي هاني هاني عمالي نسمع يراك داير لاباس والله لاباس خير كبيرة ودخل لا ماكش تبان كاع وين نبان معاه مود العربي اللي مفرق قاعد على البتيه تاع الكازول راني قاعد في راني نبه ها راني نحوس نتزوج على العرب ناسبنا ودخل العربي ما عندوش مسكين شي يعطي لك يعطيك جنابو نعطيها ولا لطيتو ايه سيد احمد العزيز مرحبا بك وباش ما البوديه واش راك ودخل قلت لك عندي انايا والله والله عندي 12 من هنا يكبسوا لي في اللايف ايه اخوتي لازم نتزوجوا قال لك شوف الخوها وزيد النص صوتها وصلي نحينا من ما تشوفش قال خويا الا شفت العربي اكيد بطل ما تشوفش قال خوها والله والله العظيم على الموقف هذا اسمع هذه 39 سنه بلا زواج اسمع اللي قد زوجوني وكل اسمع ودي العربي مسكين قاعد فوق بتيه غاز مسكين العربي البتيه تاع الغاز ما تقوليش ما زلت قاعد عليها انا قاعد في الارض انا ذكر لك بارد دخلت دار امك ذاك يخرجوا لك البوسر البارح قاعد فوق قرعه تاع غاز بارده اليوم قاعد فوق كارلاج ما كاش على تقعد كارلاج جيمر على دار امك نوض البوسر ولا غير تصبحت كاع مشرفت غدوه والله لا البرده والخالي يا مخلي بس داك الكرسي فين وريح عليها انا نعرفها في عام ولا ورا عندها كرسي شباب هارا والله لا لاباس مع الرئيس رفعت ايس مع الرئيس رفعت نجيبو الرئيس نشوف خلينا نشوف نكملوا هذه الجوله ويطلع شوف نهدر انا مع الجابونيه نخدم الجابونيه ديك وانت يا سي الرئيس راه يسقم ما حمزه هذاك الكرسي الازرق على رئيس تحفظ عليه انا عودت ان شاء الله افتحش لايف انا اطلع مع قدور ولد البيرين بصح لقيت شو روح بقى والله الله كان معايا قدور لعبت مع جو ليه هذه شفت وين افتحش لايف على جالو بقى كبسوا لنا بارطاجوا اللايف قال لي روح نرقد بارطاجوا والله يا خلي قدور جارك يا بودي شني بالضحك لا هذا هو يسكن في الجلفة اول انا يسكن في واتسوفا ودخل يا حال ايه ايه قراكم قراب لبعضكم ايه انا جيران او اروح عندي الشلف اروح الشلف والله واش بتشعني وكل شبع ايه نجي نباتش معاك خيله ولا نتشينو لا تبات هي ارواح برك تبات معايا ايه وماذا بيك شوف لنا كان الزبون او دخل يا حب ايه شوف زبون كيف زبون الله طلع ايه نعطي الله حتى زوج ميايات بعد يا الرئيس ربا يطلع الرئيس خليه يجي يا وطن
حاسي ذكرت كيف قال بودي قالوا ارواح عندي قالوا متعوك متعوك الفيديو دار حالها يا حمزه بالك نخليكم تطلعوا كاش واحد او تخلي وبدي الله صافي في زيرو والله الله يحفظك يا بودي تاخونا والله يحفظك لازم ربي يحفظك يا حمزه دي كاس ليكم قابل اجمع تصبحوا بخير ان شاء الله صح صح نبغى نرقد يا حمزه تفهم بيت رقد والله عجيت اليوم كارلاج درك والله مش عارف شو لا لا استنيت ما طلعش الرئيس استنيت على بالك انا الاخرى كانت فاتحه جابونيه وكي طلعت البودي ما سكيفه الجابونيه زعما طلعها نخدمها تسمى نجيب الرئيس اللي ما جبتو الرئيس صاحبنا هذا صاحبنا هذا يهضر كيما بودي برك لا لا نورمال ولي زومو كاع بصح هاي الجابونيه راح تدرك باسكو ساعه قلت له اللي مش تحقق حمزه انا فاني نروح نرقد حمزه عييته ياها والله لا عييت العربي الله يحفظك يا خويا شنو نقول خي درك غدوه ان شاء الله نتلاقاو معليش اخ غدوه ان شاء الله نتلاقاو الله يحفظك الله يحفظك ان شاء الله سعيد الله يحفظك اي صح صح حبيبي صح العربي غدوه ان شاء الله خي صح غدوه نعيط لك في الواتساب نجمع شويه هيا صح صح اخي بالك العربي خاف من البدي